وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض وعلى الهواء مباشرة الباحث والمحلل السياسي سالم اليامي. سيد اليامي، بداية نرحب بك، ويعني كما عرضنا الآن تبين أن قطر تقوم بتمويل بناء سد النهضة في أثيوبيا. برأيك، ألا ترى بأنها تريد من وراء ذلك الإضرار بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وأيضا مناطحة الدور المصري في قارة أفريقيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني من المؤسف في الحقيقة يعني أن هذا الدور الذي حاولت أن تلعبه الدوحة منذ العام 2013، سواء كان في مناقشة الدور الإقليمي لمصر في أفريقيا أو محاولة الإضرار المباشر حقيقة بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، والذي يعني جلب العطش ويعني تثبيت المجتمع المصري والإساءة إلى اقتصاده وزراعته ووجوده الاجتماعي والسياسي، وهو في الحقيقة يعني أبعد من مصر هذا الدور، هو إضرار بالجسم والكيان السياسي العربي العام. هذا الدور حقيقة لم يعد خافيا على أحد، يعني الدوحة دشنته بمجموعة من الاتفاقيات، بمجموعة من الاستثمارات، بمجموعة من الخطوات على مستوى رجال الأعمال، على مستوى الدعم حقيقة المباشر للجانب الأثيوبي لكي يعني الإسراع تسرع في إنجاز هذا السد الذي في الحقيقة يعني عملية استثماره وعملية تشغيله ستكون حائلا ونقصا للحصة المصرية في هذا المجال. يعني هذا الدور في الحقيقة يعني أسفوا له الأشقاء المصريين ونبهوا له عبر الجامعة العربية وعبر عديد من الاتصالات بدول المنطقة، والكل كان يتساءل لماذا وما فائدة الجانب القطري من هذا الدور. حقيقة ليس هناك يعني فائدة مباشرة تعود على الأشقاء في قطر من كل هذا، إنما هو كما قلت في سؤالك وهي نقطة جوهرية، نوع من مناكفة ومنافسة الدور المصري الذي لا تستطيع الدوحة حقيقة بإمكاناتها الذاتية مكافحة دور أو مناكفة دور تقليدي ومهم ويتمتع بالخبرة السياسية وبالتجربة الدبلوماسية في أفريقيا بالذات. طيب، ولكن الذراع المالي لقطر للأسف تفضل. نعم، لأن يعني وبعد ما تكشف الدور الذي تلعبه قطر في أفريقيا من دعم وتمويل للإرهاب بهدف نشر الفوضى وعدم الاستقرار أيضا في عدد من دولها تحت ستار طبعا مساعدات واستثمار، هل تعتقد سيد اليامي بأن أثيوبيا سترفض الاستمرار في يعني استقبال التمويل القطري لهذا السد؟ يعني في الحقيقة أثيوبيا دولة فقيرة، وكل التصريحات اللي تتم عليها من الجانب الأثيوبي يعني كانت عبارة عن تثمين ويعني امتنان للدوحة بهذا المشروع. يعني هذه دولة وجدت فرصة من السماء تأتي إليها، ووجدت هذا الضخ الذي يعني ربما لم تستطع دول أخرى حقيقة القيام بهذا الدور. مع أثيوبيا كان هناك أيادي خفية إيرانية وأيادي إسرائيلية، ولكن كلها تراجعت عن هذا الدور، وكان هناك أيضا أطراف دولية، يعني كان هناك الصين، كان هناك يعني الجانب المصري عبر خبراء تحدث عن تمويل إيطالي، ولكن كل هذه الأدوار تراجعت بالدبلوماسية المصرية، وبقي الدور كما قلت الدور المزعج، الدور المناكف، الدور المخرب، الدور الذي يدعم حقيقة تفتيت ويعني الإضرار بالمجتمع المصري والمجتمع العربي عبر هذا التمويل السخي والسخي جدا. فأثيوبيا في تقديري يعني وإن توضح لها وكان هناك ضغطا دوريا يمكن أن تتراجع عن ذلك، ولكن في المحصلة النهائية يعني هو يقدم لها هدية كبيرة جدا يعني وبدون مقابل، في تقديري أنها لن ترفض. نعم، إذن من الرياض الباحث والمحلل السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.